أشكركم على دعوتكم. الله يسلمك يا ريتاج. ريتاج إذا هنيئا لك بالمرتبة الثانية بمسابقة تحدي القراءة العربي بدبي. الله يبارك فيك. شرفتي الجزائر. أشك أحكي لنا يعني كيف جرت كواليس المسابقة؟ طبعا المسابقة تحدي القراءة العربي هي وأكبر مشروع عربي أطلقه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هدفه ترسيخ قيم الانفتاح بذلك لدى الطلاب وتعزيز ثقافة القراءة لديهم، وكانت تجربة جدا ناجحة، تجربة رائعة، خط غمارها بين التنافسية والمحاضرات الأخرى علمتني كثير. طيب ريتاج، حدثينا عن موضوع ربما اللي تطرقت إليها في المسابقة، ما هو موضوع، ما هي أهم الكتب التي قمتم بقراءتها وتلخيصها؟ المسابقة تقوم على تلخيص 50 كتاب، وطبعا يسأل عليها الطالب في مراحل التصفيات الابتدائية المحلية إلى تصفيات الوطنية وفي تصفيات التي أجريت في دبي، طبعا أسئلة استيعاب وفهم الكتب. أما عن الكتب فهي من مختلف المجالات والتخصصات، مجال علمي، مجال أدبي، روايات، كتب في علم الاجتماع، كتب في ثقافة، سير وغيرها. أنا شاركت في 500، أنا قارئة لأكثر من 500 قصة وكتاب، رغم أن المسابقة تقتضي 50 كتاب فقط. طيب ريتاج، يعني مرتبة واحدة فقط تفصلك مع الشام المتوجة بالمرتبة الأولى من سوريا، أحكي لنا ربما ملاقاتك مع المتسابقين خاصة الثلاث الأوائل في المسابقة. طبعا أنا توجت بلقب بطل الجزائر في تحدي القراءة العربي للموسم السادس، وكنت من بين المتواجدين على صالح أوبرا دبي 19. طبعا تعرفنا على ثقافة، تعرفت على أبطال من مختلف الدول، اللهجات، كانت جلسات مع بعض، زرنا العديد من مثلا مدينة الألعاب وغيرها، وكان تجربة رائعة جدا، كوننا صداقات، تعرفنا على ثقافات أخرى. شكرا لك يا ريتاج على هذا التفاصيل، موفقة بحول الله. شكرا، ألتقيك إن شاء الله ببلاتو النهر. طيب إن شاء الله. شكرا لك يا ريتاج، كانت معنا ريتاج.